يعني ازاي نقدر نحمي حساباتنا الالكترونيه من الاختراق بعد تسريب كلمات المرور وبالكم الهائل ده؟ الحقيقه يعني دي كارثه فعلا. الحقيقة إن هو في 6 أخطاء دايما معظم الناس بتعملهم. طبعا يعني 51% من المستخدمين على شبكة الإنترنت دائما وأبدا عارفين إن هم محتاجين، ده إحصائيات، محتاجين إن هم يستخدموا كلمات سر أقوى، لكن 49% منهم ما بيستخدموش هذه كلمات السر. فإحنا في 6 أخطاء بنتكلم عليهم. أول حاجة فكرة تكرار استخدام كلمات السر في أكثر من منصة، وده بيشكل خطورة جدا على أمان المستخدم وبياناته الشخصية. رقم 2، ضعف كلمات السر. طبعا استخدام كلمات سر ضعيفة بأرقام بس أو بحروف بس أو بمزيج ضعيف منها مع وجود بعض البيانات المرتبطة مثلا بتاريخ الميلاد أو باسم الشخص نفسه وهكذا، دي ممكن تبقى توقعها سهلة نقطة ال الفيروس وبيدخل الاختراق. في 1 من كل 10 بيصفحوا عن كلمات السر بتاعتهم لأصدقائهم، وده بيتم، ده بيتيح فعلا فكرة برضو الهاكينج. في حاجة الاختراق. مهمة ثالثة اللي هو فكرة المصادقة الثنائية. ايه المصادقة الثنائية دي؟ ان انا مش كفاية ان انا اعمل كلمة سر، لكن لازم اربطها كمان بالموبايل علشان عملية الدخول تبقى باستخدام كلمة السر والموبايل في نفس الوقت. فدي بتبقى نوع من انواع التأمين المهم جدا للحسابات. في كمان احنا لما نيجي نتكلم على الدخول على الانترنت لازم نتاكد ان احنا واحنا بنعمل حساب على منصه ما انها تكون منصه معتمده او منصه مؤتمنه، وده بنقدر نشوفه من خلال البراوزر او المتصفح من خلال استخدامهم هما لل الحقيقة يا دكتور اخترقوا منصات يعني المفروض ان هي معتمدة، يعني لينكد ان ده، يعني ده المفروض ان هي حاجة معتمدة ومعروفة بقالها كتير، واكس كمان. اكيد. لكن بس اللي انا عايز اقوله هنا ايه، ان انا كل ما بحط يعني ايه، بقول جدران دفاعيه قدامي كشخص مختلفه، كل ما بقلل فرص ان انا يحصل نوع من انواع الابتزاز الاختراق. او الاختراق او ان انا اتاذي من التسريبات اللي من النوع ده. وخلي بالك ان هذا النوع من التسريبات سوف يستمر في الفترة اللي جاية مع كمان تطور تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي اللي هي قادرة على ان هي، طبعا وفي التسريب الحقيقة اللي حضرتك ذكرتيه هم ذكروا ان هم استخدموا نيفيديا في عملية، ودي احد الشيبات او الالكترونيك ديفايسز الجديدة اللي بتستخدم في الذكاء الاصطناعي ويمكن استخدامها في عمليات الاختراق او التوقع كلمات السر. فاحنا متوقعين ان ده يحصل وبتزيد وتيرته، فلذلك ما ينفعش ان احنا نستخدم كلمات سر على مواقع غير مؤمنه. ما ينفعش نستخدمش مضادات فيروسات على اجهزه الحواسب بتاعتنا، وما ينفعش كمان نستخدم الواي فاي العامه اللي هي البابليك اللي بتبقى موجوده في الاماكن العامه بدون حرص. دي مجموعه من نصائح هتقلل جدا من المخاطر الموضوع ده عليا انا. طب يعني دكتور خليني اخد من كلام حضرتك ان الموضوع ده هيزيد الفترة اللي جاية طبعا مع تواجد الاي اي وانتشاره في كل حتة، هل معنى كده بقى ان حساباتنا الالكترونية والبنكية هتفضل طول الوقت كده مهددة مع العدد الكبير اصلا كمان من كلمات المرور اللي تم كمان تسريبها؟ هيبقى ده بلس كمان بقى اللي ممكن حضرتك بتتنبأ بيه الفترة الجاية، فهنفضل طول الوقت مهددين بالشكل ده؟ الحقيقه ان معظم البنوك والحسابات المصرفيه بيكون عاملين فيها موضوع المصادقه الثنائيه ومحميه مثلا موبايل اب بيبقى فيه توكن معينه صحيح. لعمليات التحويل لعمليات الدخول على الحساب وهكذا، وده بيصعب جدا عمليات الهاكينج لموضوع الحسابات المصرفيه. احنا مش بنقول انها 100%، لكن بتدي اقصى درجه من درجات التامين.